هذا المشروع مبنى تراثي أصيل وينتمي لحقبة زمنية قديمة تم ترميمه وأغلق، لكن هذا التكوين المعماري والعمراني الذي قد يسميه الكثيرين أنه عمل يقلد بصورة ساذجة التراث القديم، لكن خلق واجهة مائية بديعة للإنسان، خلق فضاءات عامة يتفاعل فيها الإنسان، خلق فيها أنشطة اقتصادية تجعل الإنسان تتفاعل ما بين حرف معينة ومنتجات محلية وإقليمية بصورة مختلفة. مثال آخر هو سوق باب البحرين في المنامة، عاصمة البحرين، وأيضا المنامة من المدن الخليجية المهمة، وهي أيضا مدينة مطلة على الخليج. المدينة كان لها بوابة حقيقية، وهذه البوابة اسمها باب البحرين، وهي التي تؤدي إلى الجزء الأصيل والجزء القديم من المدينة. هذه البوابة كما تظهر من الصور موثقة من صور قديمة جدا تنتمي لبدايات القرن العشرين، وهي أيضا هي حد فاصل ما بين النسيج التقليدي القديم للمدينة وما يمكن أن نسميه النسيج المتعولم، النسيج الذي بدأت فيه كل مدن الخليج أن تستخدم عائدات النفط من أجل أن تخلق مستوى آخر من العمارة والعمران. عندما تدخل في هذا النسيج يمكن أن تجد الحوار الذي في بعض الأحيان بيكون عنيف ما بين الامتدادات الجديدة المتعولمة التي استخدمت فيها أموال النفط مقابل النسيج القديم الذي يستحق الاهتمام. المهم كمان ونحن ندرس هذه المناطق أن نتأمل هل هناك تفاعلات خاصة ما بين الإنسان والمكان في هذا النسيج. أنا هنا أركز على ما أسميه الاحتفالات الدينية والاجتماعية. هل المجتمع، هل الإنسان في أوقات معينة بيعيد صياغة المدينة من أجله، من أجل أن يحتفل، من أجل أن يتجمع، من أجل أن نأكل معا، من أجل أن نصلي معا، من أجل أن نصوم أو نتصحر معا، إلخ إلخ إلخ. إذن أنا بعتقد أيضا أن فكرة إعادة صياغة المدينة وفضاءتها العامة مهم جدا جدا لفهم مصداقية المكان ومصداقية الحدث، يعني فكرة العلاقة ما بين الحدث والمكان تصبح هنا مهمة جدا. عندما نلقي نظرة على مشروع التجديد نشعر أنه أخفق في فهم هذه الأبعاد وركز فقط على ما أسميه أنا اللغة البصرية. يعني حتى جزء من التقرير، وأنا بعمل الترتيب للمحاضرة، جزء من التقرير الخاص، التقرير التصميم الخاص بالمشروع بيتكلم على كده: respect the alphabets of the architectural vocabulary of the region. يعني نحن نحترم مفردات اللغة المعمارية للمنطقة. أنا موافق أنك تحترم هذه اللغة، لكن أنا أيضا أعتقد أن أولوية أكبر أن تحترم أولويات وأنساق تفاعل الإنسان مع المكان. وبالتالي لا نعود مرة أخرى إلى فكرة الديكور المسرحي، الخلفية المسرحية، استخدام مفردات تشكيلية لخلق أتموسفير يوحي بالأصالة لكنه شديد الزيف. ثم ننتقل إلى الحالة الحقيقية فنكتشف أننا تقريبا أصبحنا في حالة المجمع التجاري العادي، المول، يعني بدل ما نتوجه إلى استيعاب قيمة التراث والتفاعل معه انجرفنا أكثر إلى حداثة المول وحداثة المجمع التجاري، مع بعض اللمسات كما أطرح لحضراتكم، اللمسات اللي بتعطي بعد أكثر زيفا منه أكثر أصالة. المثال الثالث والأخير في فكرة الأسواق سوق واقف في مدينة الدوحة، وهو أيضا واحد من الأسواق المهمة جدا جدا، وقدمت نسق حياتي جديد لأهل الدوحة وللمقيمين بها، له علاقة بفكرة تجربة المشي في المكان. اللي بيعرف منكم مدن الخليج يكتشف إنها لوقت قريب جداً
كانت كلها مدن تعتمد على السيارة، يعني بدون سيارة أنت لا تستطيع أن تعيش في الخليج. فجزء مهم جدا من مميزات هذا المشروع أنه قدم فكرة تتجاوز السيارة. هذا هو النسيج اللي جزء منه بيرتبط بفترة قديمة وجزء منه حداثي تم إضافته. إذن هذه بعض ملامح الأجزاء القديمة من هذا السوق اللي به كما هي كل الأسواق في مصر ودمشق وإيران والمغرب والعراق وكل مكان، بها توليفة بديعة من المنتجات الحرفية، المأكولات الشعبية، أماكن الفضاءات العامة. ثم حدث ما أسميه أنا الخلطة السحرية، يعني الخلطة السحرية بمعنى أنك حافظت على الأصيل وتم إضافة بعض المزيف، لكن هذا الأصيل مع المزيف بسبب الاهتمام بالإنسان تحول إلى مزيف صادق، تحول إلى فضاءات تخاطب الإنسان. يعني أنت بتتأمل مشهد مثلا صورة زي كده فيها مطعم لطيف والناس بتقعد وتأكل وتشرب وخلافه، وقد تخمن أن هذا المبنى مبني مثلا 100 سنة من 150 سنة، وأنا أقول لك دلوقتي لا والله ده مبني من 3 سنوات. لأول وهلة الإنسان بيصدم من هذه التجارب أو من هذا الانطباع، لكن عندما تبدأ تشعر بفكرة الصادق المزيف، أن هناك أنشطة حقيقية أعطت صدق لما كان يبدو مزيف، هناك حرف حقيقية بدأت تستغل الأماكن، هناك إبداعات محلية حقيقية بدأت تنتشر في المكان، هناك استخدام لخلق فضاءات تسعد الإنسان وتجعل الإنسان يتفاعل مع هذه الفضاءات دون أن يحتاج السيارة، هناك إحساس بأن هناك مقياس إنساني، هناك نوع من أنواع الألفة والحميمية ما بين الإنسان والمكان. إذن أنا هنا بأقدر هذا المشروع بسبب أنه تحول من حالة الاعتماد على المبنى إلى الاعتماد على الإنسان، ولذلك توليفة الأوثنتك والفيك والأوثنتك فيك الثلاثية دي جت فيه بصورة جيدة، وهذه صورة من الصور اللي أنا بعتقد أن هي بتعبر كثير جدا عن الأفكار اللي أنا بطرحها لحضراتكم. كيف يتحول المكان بجزء الأصيل ثم بعض الإضافات ثم الأنشطة الحقيقية من المطاعم والأماكن الحرفية والأماكن الإبداعية والمقاهي والفضاءات العامة إلى مكان مفعم بالحياة. ولكني أيضا أحذر أن نجاح التجارب لا يعني أن يجب تكرارها، وأنا نفسي كنت من الناس اللي في الدوحة هنا اتكلمت كتير جدا مع المسؤولين، لان كان هناك حاله من الغرام بهذه التجربه وان يتم تكرارها في كل مدن القطريه. تم بالفعل عمل سوق مشابه في مدينه اسمها الوكره جنوب الدوحه، لكن انا الحقيقه كنت من الناس اللي عملنا حمله كبيره جدا من اجل ان نتمسك بفكره الصغير الجميل ولا يتكرر في اماكن اخرى. أنتقل مع حضراتكم إلى قضية لها علاقة بفكرة خلينا نبني والناس هتيجي إن شاء الله. دي برضو شعار من الشعارات المهمة جدا اللي كان موجود في الخليج وبالذات في دبي، يعني دبي كانت من أوائل المدن العربية الخليجية الشرق أوسطية اللي طلعت شعار build it and then they will come، ابني وإن شاء الله الناس هتيجي، معنا فلوس كتير جاية من البترول فابني وإن شاء الله الناس هتيجي. وبعدين جت الأزمة المالية العنيفة سنة 2008-2009 وحصل كثير من المخاوف وكثير من الإخفاقات، وتركنا الخبراء الأجانب اللي كانوا بيقولوا لنا ابنه نطحات سحاب وابنه أبراج، وتركونا، ومش بس تركونا وسخروا منا بالكرتونز وبالكاريكاتير اللي نشر في جرائد عالمية يسخر من هؤلاء الخليجيين وهؤلاء العرب اللي استنفذوا كل أموالهم في مثل هذه النوعية من المشروعات. إذن إحنا بعض المدن الخليجية انغمست في فكرة أن تبني وتبني 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 أملاً أن يجيء الناس. أنا باخد هذه المقولة وأحاول أطبقها على محور محاضرتنا النهاردة. هل يمكن أن إحنا نقول حافظ على المباني وبرضو الناس هتيجي؟ أنا أعتقد أن إحنا هنرتكب نفس الخطأ.
لأن ده معناه إن إحنا برضو هنتعامل مع مشروعات الحفاظ من منظور مادي، من منظور المبنى، من منظور الحائط الحجري، من منظور الباب الخشبي. أنا أعتقد أن قضيتنا دائماً يجب أن تكون ماذا يريد الناس، ومن خلال فهم ما يريد الناس نرمم ونطور ونحافظ ونعيد تأهيل المباني. ولذلك أنا بسرعة هحاول أقدم لحضراتكم أطروحات مختلفة، أطروحات بديلة فيها أن الحفاظ كان أكثر من أجل الناس والمجتمع، وأن الحفاظ كان مدرك أننا نحافظ ولكننا يجب أن نتسق مع مشروع حضاري مستمر، نتسق مع فكرة الهوية الديناميكية، وأن الهوية ليست فقط فصل معين في حياتنا أو عصر معين من تاريخنا. واحد من أهم المشروعات اللي بتعبر عن هذا في رأيي، والحمد لله أنا كان لي يعني فرصة أن أنا أشتغل في كثير من الديزاين ورش الورش التصميمية اللي كانت مع واحد من أكبر الاستشاريين العالميين نوفيل. إنما المهم اللي أنا عايز أستعرضه مع حضراتكم هنا أن هذا المتحف، متحف قطر الوطني، هو متحف يقع في موقع امتداد للمتحف القديم، وهو بيت الحاكم حاكم قطر القديم أو أمير قطر القديم. هذا المستوى من المعماريين، المعماريين النجوم، ما عندهمش تفاهم. أول حاجة عايز يعملها أنه هو يصبح هو له اللمسة الأولى والأخيرة، القدرة على أن تقنع معماري في مستوى نوفيل أنه يجب أن يؤمن بقيمة المبنى القديم، وأن المبنى القديم هو فصل من فصول المدينة، يجب أن نحافظ عليه ونرممه ونخلق علاقة بينه وبين الإضافة الجديدة. إذن المبنى يصبح التراث هو مركز للتدفق فصل آخر من هوية المدينة وقيمة المدينة. بعض الناس قد تفسر هذا على أنه تناقض شديد جدا جدا بين ما يحدث هنا وما يحدث هنا، وارد جدا جدا، لكن أنا أعتقد أن التناقض ده تناقض قد يبدو فقط من التقييم البصري، لكن عندما نرى من التقييم الثقافي والحضاري وتقييم الهوية وتقييم ما معنى عمارة العصر، نحن نبني في 2020 أو 2021، وينفتح المشروع بعلاقته مع المدينة، ثم يصبح كأن المشروع هو نفسه رصد لفصول في تاريخ المدينة، القديم والمعاصر والمستقبل وفساحة البحر والخليج. مثال آخر أيضا، وإن شاء الله أنا بكرة هعمل عليه محاضرة يعني كاملة تفصيلية، ويشرفني وجود حضراتكم، والمحاضرة أيضا تحت إشراف حبيبي وأخويا عمر، وهتكلم فيها بصورة تفصيلية على مشروع قلب الدوحة الذي هجر بالكامل بعد طفرة النفط، لكن كيف تم إعادة صياغة هذا المشروع. وأركز هنا ليس فقط على فكرة النسيج وخلافه، لكن كيف تم التعامل مع المباني القديمة، وكيف تم إعطاء أدوار لها تستجيب لمستجدات عصرية وتستجيب لمتطلبات مجتمعية، وتتحول هذه الأماكن إلى فضاءات يملكها الإنسان، فضاءات يملكها المجتمع، وليست فضاءات للسائح أو فضاءات بتفتح في أوقات معينة. مشروع أخير أيضا كان لي أيضا الشرف أن أكون في فريق الإعداد التصميمي له، وده تصميم واحد من أهم المعماريين المحليين في قطر، المهندس إبراهيم الجيدة، معماري متميز جدا جدا. هذا المشروع كان إعادة ترميم مبنى المطافي القديم، وأنا هنا أنا مهتم جدا أن أنا أجيب لي حضراتكم هذا المشروع علشان أقول لا يجب أن يكون عندنا انتقائية فيما نتعامل معه من تراث، ولكن كل ما بني له قيمة، وكل فصل في تاريخ الأمة المصرية أو الأمة القطرية أو المغربية له قيمة، ويجب أن ننظر إليه، ويجب أن نقيمه، ويجب أن نؤجل دور البلدوزر. أنا بخاف أوي 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 على مصر، عشان دايما بقول ليه بنخلي البلدوزر هو الحل.
مبنى المطافي القديم يتم تجديده، ثم يضاف إليه مجموعة من العناصر اللي جزء منها بيخاطب الفنون، جزء منها بيخاطب الشباب، جزء منها له بعد تجاري، جزء منها له بعد ترفيهي، أماكن لتناول القهوة والطعام وخلافه. ثم يطل هذا المشروع كله، يطل على فضاء عام وبتوضع فيه بعض القطع الفن العام، وبسبب انتماء الناس للمكان في أوقات الحصار استخدم هذا المكان كأنه يعني منصة تعبيرية للصمود والرفض وخلافه. لكن المهم أن المكان ككل تحول فجأة من مبنى مطافي مهمل إلى واحد من المراكز المعمارية والعمرانية المفعمة أيضا بالحياة. وأنا أعتقد أن ده جهد كبير جدا جدا عمله المعماري إبراهيم الجيدة، وأنا كاتب يعني فصل هينشر قريبا جدا عن هذا المشروع بأركز فيه على هذه الفكرة، كيف يمكن لنا إذا كانت فرضيتنا الأساسية هي الإنسان هو بؤرة الاهتمام، كيف يمكن أن نخلق فضاءات مفعمة بالحياة من وصل مبنى قديم مع مبنى حداثي مع فضاء عام مع فضاء حدائقي، وننتج منظومة متكاملة تخاطب الإنسان. ولذلك أنا أعتقد أنني أريد أن أدعو إلى ما يمكن أن أسميه حقبة ما بعد الحفاظ، لأن أنا شايف أن احنا دايما مهتمين في العالم العربي في فكرة أن نحافظ أن نحافظ أن نرمم أن نرمم ونحافظ أن نحافظ ونرمم. طبعا ده كله بعد التوثيق، توثيق كمان خد مننا جهد كبير جدا. أنا رأيي أن احنا الخطاب اللي يجب أن ننتبه إليه هو أن نتجاوز فكرة الأصيل والمزيف، ونتجاوز فكرة أن التراث هو فقط للسائح، وأن نهتم بفكرة الانتقاء نحو خلق مناطق، خلق أحيزة، وليس فقط مباني متناثرة معزولة. وأيضا أن ننتبه إلى أن المنطقة التراثية عندما نوثقها ونرممها ونحافظ عليها ونعيد استخدامها يجب أن تخاطب سياق عمراني أكبر، سياق مجتمعي أكبر. ثم القضية كمان المهمة جدا في رأيي هي أن نفعل فكرة التراث الإيجابي. لا يمكن أن تتحول كل مبانينا التراثية إلى قاعات للفنون وجاليريهات للفنون، وإحنا مثلا عاملينها في وسط شبرا ولا في وسط سيدي بشر ولا خلافه. يعني يجب أن نبحث بحث عميق في ما يحتاج المجتمع المحيط بهذا العمل التاريخي أو هذا العمل التراثي. ولذلك أنا بطرح في نهاية تساؤلات وأيضا مجموعة استنتاجات، لكن كلها بحاول أقول فيها قد يكون من المهم أن نعيد النظر في فكرة المزيف الأصيل أو حيوية المكان، أو كيف نجعل المنطقة التراثية أو المبنى التراثي مفعم بالحياة. أنا أعتقد أن احنا يجب أن نحاول ونطمئن دائما في مشروعات الحفاظ التراثي على أنها تخلق تواصلات نابضة ومفعمة بالحياة وصالحة للعيش ومتكاملة مع الماضي. مهم أيضا أن كل هذه المناطق التراثية تقدم